هم غلطوا قالوا مصر ام الدنيا خلاص نخليها السودان ام الدنيا. لا قربنا نرجع شوي شوي ان شاء الله ان شاء الله ماشيين كويس. بتنظف الماشين يعني؟ لا هذه ما بتنظف، هذه بتحسن. بس عاد الهرب دي والله مشكلة كبيرة. لا يا هرب يا اليوم هذا رمضان عنده هو يعني مهم. يلا راح راح السفر جدا جدا. اليمن ما في طريق، اليمن ما في، صعب يا اخي.